فرز الأصوات. جينيا تقرير مراسلنا ناصر أبو دياب. منذ ساعات الصباح الباكر وحتى قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع، توافد الناخبون في آرلينغتون فيرجينيا للإدلاء بأصواتهم، مصرين على أداء دورهم وتحمل مسؤوليتهم في حسم نتيجة هذه الانتخابات التي طالت حملاتها. لقد ضغطوا ذرعا بإجراءات الحملات المكثفة. أتمنى فقط ألا يسارعوا قريبا بالتحضير لانتخابات عام 2016. في الداخل انتظم المقترعون في انتظار دورهم، تفقد لبطاقات الناخبين للتأكد من هويتهم، فيما مجموعة من المراقبين تتواجد في المكان للتأكد من سلاسة العملية ونزاهة الاقتراع. كانت هناك بعض الحالات لمقترعين نسوا إحضار بطاقات هوية وآخرين لديهم تساؤلات، ولكن بالمجمل العملية تسير بلا مشاكل. ثلث الناخبين في الولايات المتحدة قاموا بالتصويت المبكر خلال الأيام الماضية، فيما تشير الأرقام لحوالي 100 مليون ناخب من المتوقع أن يشاركوا اليوم لانتخاب أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة طبعا للاختيار بين الرئيس الحالي الديمقراطي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني. أنا هنا لأقوم بواجبي ولأن لي الحق في الانتخاب وأريد أن أمارس حقي هذا طبعا، بالإضافة إلى تأييدي المطلق للرئيس أوباما والرغبة بدعمه. ساعة الحسم حانت، وآن الأوان للناخبين أن يرسموا خط النهاية لما وصف بأنه أكثر الحملات الانتخابية الرئاسية كلفة وجدلا وشراسة في تاريخ الولايات المتحدة، وسط المخاوف بأن تمتد هذه الانتخابات لفترة أطول مما هو مقرر لها. ناصر أبو دياب، تلفزيون دبي، من آرلينغتون فيرجينيا.